احلى ليزي كيك في 10 دقايق اهو، تحفة. العمايل والتقديم وكل حاجة ما خدش في ايدينا ثواني. اتمنى تشوفوا الفيديو وتجربوا الوصفة، هتعجبكم جدا جدا جدا، وطعمها جميل حلو. وتعالوا معايا على قناة اشهى والذ المأكولات، خشوا شوفوا الفيديو وشوفوا الاخره و... واتمنى انك تعملوا له شير 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 شير، يعني بصوا كسروا زر اللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ احنا النهارده هنعمل معاكم ليزي كيك. تمام، انا خليت ماما المرة دي هي اللي تعمل لكم الوصفة بقى. معانا حلة فيها معلقتين زبدة، تمام اهم. يلا يا ماما ناكل احلى. معلقتين زبدة هحط عليهم كوباية سكر. هحط عليهم نص كوباية كاكاو كده، تمام. هقلبهم مع بعض كده مع الزبدة. معايا نص كوباية لبن، دي في الكوبايات التانية نص كوباية، هحط شوية صغيرين بشوية صغيرين. وانتي بتقلبي عشان بس اعرف ادوب الكاكاو كده، عشان لما بنحط كله مرة واحدة السائل تحس ان الكاكاو مش راضي يدوب كده فيه، وبيبقى ايه، بيعمل تكتلات على الوش. تمام كده، دلوقتي كده خلاص انا هرفعها على النار لحد ما القوام، هرفعها على النار وتنين اقلب فيه كده لحد ما القوام بتاعه يبتدي يتقل شوية. بعد ما هيتقل شوية هحط له الشوكولاتة الخام دي، هحطها في قلب الحلة بس بعد ما ايه ما ارفعها على النار شوية. دلوقتي انا عندي البسكوت اهو اللي هعمل بيه. انا بجيب البسكوت الابيض اهوت، بسكوت اللي هو دوت ده جميل قوي، جربته كذا مرة، طعمه جميل وحلو، والكيس ده مش غالي. هقطع بس الواحدة كده، يعني ايه تكسير عشوائي كده، مش لازم ايه اخليها ناعمة قوي. الوصفة دي جميلة قوي وحلوة وسريعة، لو انت عايزة تعملي حاجة سريعة كده عايزة تاكليها بسرعة تعملي الوصفة دي، طعمها جميل جدا وطعمها حلو، بدل يعني ما تعملي الكيك وكده. دي نفس الطعم بتاع تورتة الكيك وطعمها بيبقى جميل وحلو. مكسرهم كلهم، مش لازم يبقوا فتفات صغننين بقى. لا عادي، تكسير عشوائي بس كده كده. البسكوت ده جميل قوي، فاكرين زمان البسكوت اللي كان اسمه نواعم ده؟ ده زيه يا ماما حبيبتي. نعم. احنا دلوقتي هنا مش في زمان. مش في زمان مش في آلة الزمن. هو زمان ده امتى يا غدا؟ اما انت كنت صغيره بقى. ما انا كنت صغيره. فعلا كنت نونة بقى. لا انا ما كنتش نونة، انا كده كنت بشيلك على ايدي. انا ما كنتش نون، انا طلعت كده على طول. انا اتولدت كده. اه ماشي، هما الناس الكبار كلهم بيتولدوا كده. الناس الكبار كلهم اتولدوا كده. بس ايدك حطيش ايدك معايا هنا، بس انا لما اخلص الاقي البسكوت خلص. في حاجات كده بحب اعمل اخليكي تعملي، وفي حاجات ما لا عشان باكلها كل نصيحة. واحدة ولا لقطش زي البسلة كده. تمام، البسلة بلقطة ايه. بعدين احلى حاجة برضو للضيوف، جالك ضيوف فجأة كده ومكنتش عاملة حسابك على حاجة، بس طبعا يكون عندك البسكوت. طبعا عندكيش، نزلي ولادك يجيبوا. عندكيش، نزلي ولادك يجيبوا. عادي ممكن تدخلوا الدولاب هيقعد يوم عشان يجيبها لك. تمام، علشان هي بتبات يوم في الثلاجة. طبعا الكاكاو بالسكر باللبن بالزبدة على النار.
لحد ما القوام يبتدي يسخن قوي هحط له الشوكولاته الخام. طبعا انا هجيب كمان شويه بسكوت. جميل ما شاء الله البسكوت. جميل بسكوت. جميل جميل بسكوت. مش عارفه في ايه بسكوت. ما تجيبيش ايدك هنا انا مكهربه البسكوت. لسه ملقطه واحده من الكيس دلوقتي. بصوا يا جماعه اما تكونوا عينين حاجه في الثلاجه سحابه وعندكم قط براوي زي رغد كده وعمر تكهربيها تكهربي الثلاجه. اما تقومي الصبح بقى تلاقي اللي متكهرب ده لازق في باب الثلاجه اعرفي مين اللي كان بياكل الحاجه اللي في الثلاجه. اعرفي اللص. تكتشفي اللص. تكتشفي القط البراوي. خلاص هكهرب الكيس. كهربي. هكهربه. هاتي لي واحده يا بنتي. قبل ما يتكهرب؟ واحده كمان. دلوقتي الصوص على النار اهوت. سخن جدا قرب على الغليان فانا هاجي في المرحله دي هحط الشوكولاته الخام واقلبها كده شويه واطفي النار على طول. بس هشيله من على النار وهسيب الشوكولاته الخام دي تسيح في قلبه وهسيبه يهدى شويه عشان اجي احطه على البسكوت يبقى هادي شويه يبقى دافي ما يبقاش سخن قوي للدرجه دي. تمام كده هجيب الصوص اهوت بقى دافي احط منه على البسكوت كده هقلب دول الاول يعني شوف ان انت ايه تعجنون في بعض كده بالصوص. حسيت ان هو عايز تاني هتحطيله طبعا اهو. كده الصوص بقى بيطر البسكوت يخليه جميل قوي كده. بسكوتة كده الاحسن بقى لو انت مثلا عندك جلافز تلبسيه في ايدك وتروحي عامله كل البسكوت ده بايدك اكتر تعجني في بعضه كده بايدك طبعا بيبقى احسن وافضل. تبقي اتمكنتي في ان كل البسكوت بياخد من الصوص كده. تمام كده دي بقت جميله كده شاربه كلها هيت. يلا نحطها بقى. بصوا انا عامله هنا على الكونتر اهو اهو اللي هو الاسترتش ده عشان احط عليه البسكوت. هاجي كده احط البسكوت هنا طبعا هعمله رول. ننزل كله كده تمام كده. حاول بقى اظبطه كده كده كده. اللفه نفسها بقى هتعدله معايا كده. بقى.
كده الم الطرفين على بعض، احاول اضمها كده كده كده. هجيب واحدة كمان مهم ان انت تظبطي اللفة بتاعته عشان هو هيتنيه على كده. حطها في واحدة كمان عشان اعرف الف الرول كويس، والم دي كده هنقفلها والم دي. اهم حاجة انك تلف الرول كويس وتضغطي عليه جامد كده بس كده تمام. ده كده هيتحط في الفريزر. دلوقتي انا لفيته رول، حطيته تاني في ورقة استريتش كمان عشان اللفة تبقى جامدة كده ويبقى ممسوك كويس. فدلوقتي هيبات في الفريزر او تحطيه على رف التلاجة، ايا كان تحطيه لازم يقعد يوم بليلة في قلب التلاجة. بصوا يا جماعه اهو الطبق بعد ما رصيته جميل. هحاول انزل عليه بقى بصوص شوكولاته ابيض كده. اكمنه هو بني يبقى نحط عليه ابيض بقى. ايه رايكم بقى؟ لكن لو انتوا حبيتوا تعملوا شوكولاته بيضاء عادي برضو. ايه رايكم يا جماعه الخير على راي محياسر؟ تحفه والله العظيم، جامدة 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 جامدة. طب هسألك سؤال يا ماما. قولي يا حبيبتي. هي مين أكتر واحدة بتحبيها على اليوتيوب؟ صدفة؟ ومحا ياسر؟ بس. مش هي اللي بتحبيها؟ أحلى اتنين بحبهم على النت كله بصراحة. الناس يشجعوهم بقى ولا؟ عسل 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 عسل. الناس يشجعوهم بقى ولا؟ أدي بقى أصور أنا كده. بصوا يا جماعة، بصوا. ما شاء الله الله اكبر، جميله. كيسين بسكوت، شويه صوص، عملوا لك احلى جاتو انت عايزه تعمليه وفي ثواني اهوت. وتقديم لضيوفك كده شكله جميل جدا وطعمه احلى واحلى. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويستاهل اللايك، واتمنى اتمنى رجاء خاص تعملوا لايك للفيديو عشان يترفع. تمام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.